رياضة سياسية للاهتمام بشبابنا بشكل جدا يعني جامد جدا، وهم مشرفين الحقيقة. واللي هيقدموا السنة الجاية يا دكتور هدى، يعني كلمينا عن هيشترك ازاي للسنة الجاية، احنا السنة الجاية احنا حاليا فاتحين باب التسجيل في بناة مصر رقمية وفي الأشبال وفي البرع. هيبتدوا السنة الدراسية الجاية هيبتدوا يناير. من يناير الأشبال والبراعم هيبتدوا في نوفمبر. يعني على طول، يعني احنا دلوقتي الكبار اللي زينا يعني في الرواد، الرواد من سن كام؟ الرواد دي يعني دي اوبن، يعني انا موجود في الكليه مفتوح. اوكي انا اتخرجت اوكي، فايا كان الـ يعني السن، او انا موجود حتى لسه ما اتخرجتش، اقدم في رواد مصر القوميه ان شاء الله هيفتح باب التسجيل فيها في نوفمبر. معلش هنأكد على النقطه دي تاني، ده كان من الاسئله اللي عماله تجيلنا. طبعا احنا قلنا من خلال كلام حضرتك ان طلبه الجامعات من حقهم يقدموا ويسجلوا وبيمروا باختبارات معينه واجراءات معينه مطلوبه منهم عشان يشاركوا ويخشوا الدورات التدريبيه، مظبوط؟ سؤال منى تاني بقى، في سن اقصى او في حد اقصى او في شروط معينه، ولا ممكن حد مثلا متفوق في مجال التكنولوجي والاي تي ويكون في عمر الأربعين او الخمسين وشايف انه يقدر يدي ويستفيد ويفيد، ده ممكن يبقى من ضمن المشاركين؟ الهدف الرئيسي من رواد مصر الرقميه هو العمل الحر. يعني ايه الهدف؟ هو التصدير. يعني انا الاقي شغلانه موجوده على اي منصه عالميه اقدم فيها، وبالتالي اقدر بالفعل ان انا اخد عمله صعبه. بس انتوا اهلتوه، لازم نأهله طبعا. مش هيروح بقى محاضرات ولا حاجه، هيشتغل اونلاين. هيشتغل اونلاين وبالتالي لازم يكون هو فعلا عنده الالتزام انه يتابع الشغل اللي بينزل، شغف، عنده شغف يقدم عليه، يحاول مره واثنين، بعد شويه هيلاقي نفسه ان يعني هو انا النهارده قادر على لو ده. بشتغل بالفعل وتخرجت وخلصت دراسه في مرحله عمريه بره الطلبه خالص. وشايفه ان انا عندي الامكانيات والقدرات ومحتاجه اتاهل معاكم، اقدر اجي اسجل واشترك؟ أهلاً ايا كان السن. اهلا وسهلا بيك، رواد مصر الرقميه فاتحه لكل الخريجين والطلبه.